إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال وحين عاوى إن شاء الله تي ودي دورنا هذه لهي إدمو دوردي إنو سعوتي أي نو كوكا دا ديجيني سنتكا أرما الله حجيلا قويسكا مسلمكا قويسكا مسلمكا أي نو مالا بدنكا إغني ما أنت هذه لهي إدمو عاوى هذه لهي إدمو تبارك وتعالى وحين عاوى مرتيا شيخ مصطفى يا مصطفى حجي اسماعيل هارون وضوضة قرانيسان وحا ان شاء الله موضوع سنة ويهي سداد اكتهين وكذا رضا انو قد اقن ان قويس كا مسلم كا دباتوين كا هو جهن اما عقبات كا هايستا يو الهي دم كش يا مصطفى انو قادا ديك دونا مركاش يا مصطفى انكو سوى دوين ايا فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وبعد، أيها الأحبة، إن درسك كان قصاب سن الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة قيس كمسلم كا إيه تحدياتك تحدي و تشالنج و حيابها كهر إيمانية إن نلوش عقبات كذا عصر جنشوغا انت يان مسلمين تلسو سويررين يعني مثلا دقال كي نابليون بونابرت 1798 انو مصر قبصنين وحي كهر ريي مشكلة مسلمين تمي هي سنين كصاب صن افكارته يا مراجع ده يا ما شاء الله نقون ايه مركا وحلا اسكو قبطه دبا شرتي دين تاين تالا طبقاي يا انت انا طبقينا ما قفكو انتو مع سيكو دعي انت انا خو دعينا وقضية التطبيق ايما مرنا جابين سي مرنا ديرين سي سيدا كل بدات كايمان كود وحو قمو و اسلام نمدو دو طبقان لكن واقا وحي كدم بيي اسبدل وين باكا دعي عالم الاسلامي اسبدل لذا سكر دعي وحي كان صدين نلاش قفك مسلم كوردان اني تشالنج كن نقطة اني تحدي عقبات كن نقطة جوانب تنا لولاي دوردان بانا تحدي قاسي كهريمي أدي تيمد النقالة أدي تيمد أفكاريت أدي تيمد تعليمات يعني مسلمين تي والله حقبة تي وانا لقب صدي أفكار يا آراء يا عقائد كلنا والله كاني والله بري والقوة دي إلا وإسلام هو النقضي وحمالة عريرية كتيرة إلا الله بهذا حد لا إله ده مصطلحات كنا ترمينولوجي كان عدينه مرقصاد وحضركي وبنجي إسلامية وجامعات إسلامية وما حين نورم وينو بنجي بس حين نورم وينو جامعات إلا مسلمين بان نوح عن السلام هين بمر رميسين محي إسلامي كان الله دبا وضع وأرور إسلامية وحزب إسلامية ومحي إسلام كان الله وضع دبا وضع وحا إسلام كان الله وضع دبا وضع كاني وحويا مرجعية دي بالقعدي افكار كلام ماشي طال الله
oo uba muuqato in iyadu ta rasmiga tahay hadii jaamacad la yiraahdo waxa loo fahmayaa inaan islaamku shaqo ku lahayn hadii bangi la yiraahdo waxa loo fahmayaa inaan islaamku shaqo ku lahayn hadii xisbi la yiraahdo waxa loo fahmayaa islaamku inaan shaqo ku lahayn hadii la yiraahdo urur waxa loo fahmayaa islaamku yaani marjiciye kale ay ummadu yeelatay saadaraadeed inta rabta inay islaamnimadeeda muujisato ama soo ceshato waa inay label cinwaan ah islaami xagga dambe kaga sii nabtaa hadiiba noloshii ay caynka marayso maxaad u malaynaysaa marka gurigii usradu ama gurigu faamiligu qoysku waa unuga koowaad ee bulshada ay ka aasaasanto bulshada la sheegaya waa qoysas isu tegey qoysku wuxuu ka kooban yahay bulshadu waxay ka koobnayd oo dhan rag dumar dad waaweyn dad yaryar bulshada oo dhan buu matala qoysku halka qoys bulshada oo dhan baad ugu dhex imanaysaa caruur baa joogta dhallinyaraa joogta qoyska caadiga dumar baa jooga rag baa jooga waxgarad waayeel baa jooga dhallinyaraa joogta طبقات المجتمع ودن بو جوغا قويسكو سيدو او ايغ يهي باي انت بدن بلشد و ايكاتا هدي قويسكو نقضو وح قروح بدن بلشدنا وحي او مغارسا وح قروح بدن هدبا درسيغان عاوانو وان كو قرر يوحو تلماما يوام حي تحديغا اسرادا ما انت هريالا مشكلاتك هدنا عصرغا كندن باها استوام حي تحديات كا وحنا نضن كرا تحديات داخليه نوا جيران تحديات خارجيه نوا جيران تشالنجز دبد كغا ايمانيا او افكار يا دقمو يا ديمو يا ركتيو يا قاب نولوليد ان اي دين تو دو شيغي نو دبد كغا تيمي وا جيرا وحا كلو جيرا ميد غودها كا ايمانيا او دقنكي ددك لفتيسا اسبدليا diinta intay ka garanayeen bay isbedelaysa qaabka uu noolaayeen bay isbedelaysa xadaaradan cusub ee la soo galay istihlaakigaaba qoyskii wax badan ka bedeshay idan challenges gudaha ahina waa jira marka waxaan rabaa inaan uun muqtatafaat tiltilmaamo challenges ka dabadeed iyo kuwa gudeedba si aynu si fiican ugu fahamno marka suurad guud uga helo waxaa haboon inaynu aragno dunida iyo qaabkay u taalo guud ahaan inaynu aragno dunida aynu maanta joogno dawlado yar ayaa power oo ka taliya laga yaabo dadkooda marka la isku daro less than 20% inay yihiin bableshaka dunida ku nool 200 aan gaadhaynin ayaa waxa gacantooda ku jira almuassasat attijaariya walmaaliya muassasaadka dunidu ay leedahay ama wada leedahay ee dhaqaale iyo xoole ha noqdo IMF sanduuqa naqdi dawli bangiga adduunka munadamada tijaarada ee caalamiga ah ama shirkadkan waaweyn ee la yiraahdo shirkadda kowniga qaar ku tilmaamaan kownka ma la shaqo kuma lehe waa shirkadkan oo dhulka aan ku soo koobno multinationiska koona yiraahdo shirkadkan waaweyn ee dawladaha ku xoog badan ay shirkada dhaqaale dunida maanta jira oo laga yaabo Afrika oo dhan inay hal shirkadii ka lacag badantay Afrika oo dhan oo la soo duuduubo muassasadka dhaqaale grupka yar buu gacantooda ku jira waxa kale oo grupka gacantooda ku jira muassasadka iclaamiga iyo thaqafiga muassasadka iclaamiga media waxan la yiraahdo media si TV ha noqdo jariidad iyo majalad ha noqdo shaneemo iyo film ha noqdo wax laaliya wax lagu qoro iyo wax faafiya iyo la daawado iyo la akhriyo isaguna inta ugu badanay gacantoodu ku jira iyaga marka dunida u la qiima siday u fakarayso siday wax u arkayso waxa ka dhacay sida uu eegayay dhacdo kasta oo dunida taala iyaga inta kugu akhriyaan baad si u fahmaysaa inay sida arigu yahay waxa meel heblaaya ka socda BBC-da jirisi aan inta sheegtay hebel baa sheegay caykan baa sheegay marka sibaa lagaaga dhaadhicinaya inaad u qaadato
waxaa intaa dheer oo sii daba socda jaamacaadkii iyo wixii la midka ahaa muwasasaadkii tacliimiga ahaa oo inta ugu badan ay gacantooda ku jiraan haddaanay gacantooda ku jirin manaahijtooda oo markay jaamacad yaroo afrika ku taalla ama meelaha ku taalla ammaan rabto inay sheegato dee waynay tidhahdaa jaamacadaha ingiriiskaanu ku xidhannay ama imtixaankayga ingiriiskaa qaada ama jaamacadaha maraykankaanu ku xidhannay hadday tidhahdo dee waa laga dambaynayaa taa waxa weeyaan waa jaamacad khatare baynu u qaadanayna marka haddaana iyagu inoo imanna innagaaba ku faanayna inaynu iyaga xilfi wadaag leelanay aqoomeed iyadoo laga yaababa aqoontii rasmiga ahayd inaan ahayn waxaynu dhigan oo dhammi waxaa kaloo intaa raaca alhay-aat اdawliya ee umam اlmutaxida iyo munadamaadkeeda tirada badan le ee munadamada caafimaadka munadamada dhaqaa maxaa la ydhahaa unesco munadamaadka UNDP waxaan tirada badan ay hoosta ku wataan intaasoo dhan marka la isku daro waxay kawinaan afkaarta maanta dunida musaytirka ama xoogga badan leh socota saa daraaddeed matalan hay-adda umam اlmutaxida oo aan odhan karna dee waxay matalaysaa ra'yiga ragga waaweyn shanta dowladooda vitoga le iyo inta daba socota ra'yigeeday matalaysaa munadamadaasi waxay qabataa intaasoo mu'tamar iyo urur oo ku saabsan qaabkan aynu u socono qura qoyska haweenayda iyo ilmaha soo faamiligu intaa kama koobna waa imaa qofka dumara ninka isaga wax badan cidi ku falimayse iyo caruurta labadaasaa wax badan mu'tamaraad loo qabtaa matalan waxaa ka mid ah mu'tamaraadka sukaanka iyo tanmiyada bay dhahay kobaca bini aadamka ee dhaqaaliya dad mu'tamaraadka loo qabto inta badan 10 sanaba mar bay qabtaan 74-kii 74-kii bukharest baa lagu qabtay 84-kii mexico baa lagu qabtay 94-kii kadnan baynu qayladiisa inta badan maqli jirnay qaahira lagu qabtay matalan ka qaahira lagu qabtay 160 dowladood baa kasoo qayb galay iyo 1200 oo urur oo NGO ah munadamaad gayri xukuumiya NGO-yada kuwa sheegta 1200 oo urur imisa muslim haabaad umalaynaysa 1200 oo urur iyo 160 dowladood baa kasoo qayb galay bay yidhahdaan maxaa la niqaashiya ugu waaweynaa waxyaabaha ugu weyn ee la niqaasha waxaa ka mid ah alxuriya aljinsiya in dadku xor u noqdo sagaska iyo galmada oo wax allaaliya waxaa qaanuun wax xaaraantinimayn iyo baabka ku saabsan in la tuuro waa inanka lama xukumi karo inanta lama xukumi karo guurku waxa taqaaneen maaha rag baa rag guursada dumar baa dumar guursada waxba waa la isku darayaa wixii la doono waa inuu noqdaa free shayga labaad ee ugu weynaaya isna laga doodayey ee mu'tamarka 160 dowladood isugu yimaadeen iyo 1200 oo urur waxa weeyaan uurka aan la doonin in la tuuri karo yacni ilmahan layska soo ridayo qofku inuu xor ahaado hadduunu marquub ahayn wax la doonaya haddaanu ahayn in la tuuri karo waxaa jira mu'tamaraad kale oo dumarka oo qura loo qabto oo iyana hoos yimaada United Nations-ka ayaa waxaa hoos socda matalan waxaa ka mid ah mu'tamarkii mexico lagu qabtay 1975-kii oo shicaarkiisu ahaa almusaawaat waltanmiya wasilm mu'tamarkii copenhagen lagu qabtay 5 kadib 1980-kii mu'tamarkii nairobi lagu qabtay 1980-kii mu'tamarka caanka inuu iminka warkiisa weli xoogga u maqallo ee bakiin lagu qabtay 1995-kii ka bakiin waxyaabihii ugu weynaa ayaa lagu niqaashayay maxaa ka mid ahaa gabadha iyo caafimaadka gabadha iyo xuquuqdeeda gabadha iyo faqriga gabadha iyo bii-ada wasiiqadii ka soo baxday maxay yidhaahdeen hal wasiiqo ka soo baxday waxay sheegaan 233 goor buu ku soo arooray ereyga gender gender ma taqaaniin genderku luqa ahaan
وحسك سكودو لم يددك لكن ما أها سوشيالي مركي نوفا سيريان يوصي الشرحية وحيلي ننمضو يقبر نمضو والدور اجتماعية ووحقفك ومتلئه وحورنا شماها قبرنا بيولوجيكا لي لأنه إنه قبرنا ونقعنا قبر ماها نكنا إنه نقعنا نن ماها الشقاد والبلشادة كقبطو بيكو حرمت قبرنا نن بي نقل كرتان نكونا قبر بو نقل كرا مركا الشقاد والبلشادة كقبطو سادر هدد بي وحل الديدي إن في ميل هي ميل لقرة مثلا دولة دي هي أفريقيا قيبة بضارو كميدة هي مسلم هي وحاسة ديدي ريقاسي وكدوضي مركز قال لي قدي هالله صاره قدي بالله صاره هرقل بيدوح إليه ما يجندر وين لغو قراوة كاسيو جندر لما بقول يصدح يصدن قر وثيقة قوية لو هرهلا نفاين قرية بهالله شرح يريا نمحوية وثيقة دي قدي ما يسيوحي كصابح دي ما تغانا شرحي مركي لغو هشيوة يوحى لغو قري the non-definition of the term gender بيد عليه والله ما شرحان نوالو بسادون توقاضو دوني يسوتمي ووراق مدى قرانا يسا oo waxa ku qoran la ni walba saad doonto u faham laba sharxayo way walu heshiin way erayga gender ku qora qof walba sidii aad dadku doonaysaa u qaadun weeyaan waa the non definition of the term gender beta waan sharxi doonaa waxa si oo dhan muutamarkaasi waxa ku xigeey muutamarka dambeeya New York lagu qabtay 2000 muutamaradkaas oo dhan waxaan rabaa inaan idin sawir idin siiyo ah waxay ama qaanun ka dhigayaan ama tadwiil la dawladeena ya united nations inta qaato loodanaya dunida hoosta maade member ka ka ah weeni fulisa wa qaanuna united nations ka soo baxay afkar wa taswiq lil afkar afkar bala faafinaya waxa soo muutabar inta loo qabto lacag lagu bixinaya la wadaaya أفكار تاسو حلقو سمعين إياه إذنكو واحد تغانين ملايين إعلانات لو سمعي يوم حالي هذا عنادة إياه ألابتنا إنو يبسنية وحاساة لو سمعي يوم حي تسويقة ماركتينكا إعلان وحكوين إعلان كمان تدوني دا أفكار تا لو سمعي أفكار با لفافين إياه أفكار تا قرحين لقرحيي ومثلا أفكار يظل فافين أيه مصطلحات كا دك يتعليم بالغو استعمالها حقوق الرج حقوق الضمر كا حقوق الضرور موقف بين هذا موقف بين هذا حقوق يسدد دم بشرة ودي لو حقوق الضمر كا ده واحد سلا ده وحفي عن صعقة معها لكن حقوق الأشياء يا وحويان إن سوق ده وين يجري كرتا سكس قاعد يدون توين الله سبعين كرتا شرع ما كم أحدنا قانونك إنه جور كم أحدنا سكسكو guur iyo guur laa wala sabayn kara family gu wada deganaan kara family maxaa loo yaqaan nin iyo gabadh isqaba oo sharci la isugu meheriyay wuxuu doonaa sharci waa haade waxa kale loo yaqaan baa nin iyo gabadh wada degan meher bay u dhicine waxa loo yaqaan laba nin oo wada degan oo la isu meheriyay hadaba laba nin waxa loo yaqaan laba nin oo la isu meherine wada degan bay ku leeyeen waxa loo yaqaan laba dumar oo la isu meheriyay laba dumar aan la isu meherin ilaa 12 qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa وثيقة United Nations كي يقويس كام حا قويسة هذا ما كان مقشة أسرة ده الله هرو مريم حسرة إن سدر هريه با وحلاقة بنايا هو فهم نسكي يقويس نسكي با الله وضع لكن قويس كي وستة وقويس نوع كنا ما كان مقشة حقوق ضدهم كوا حصل هذا حقوق ضدهم ربع لقى هذا ليه لما مر عقل بني آدم كجلي كره هو استعلى كسيو جلينيا قول كفر محل هذا إيش أقول حشيش شرير محي فرعونية gudni ka fir'auniga hala joojiyad meelaha ku arkaysa dabadeena konton kala dhawa la sharxaya idan wal tazyin wal qurhinaya waxa kan wal ilghra laqbal gubhiya imisha in jooba ma inta arkaysa ka furan oo waxa yar yar uu soo qaata hay'adka united nation ee meesha jooga iyo kuwa kale tirada badan le meesha jooga waxay bixiyaan projects mostly projects ka simaha wax development ku saabsan wax umada wax taramaa qofka qaadanaya hunguriga isagu uga danleeyay shan kun toban kun waxba lagu soo siinaya shir yar baad qabanaysa capacity building iyo beena kale la sheegay iyo waxaas loo xuquuqda dumarka laga waramaya ama gaal yar baa imanaya ama mid yar oo afrikaan baa imanaya oo xogaa lag jirajeedinaya waxa kan waa
laac la isu dhigo markaad wax badanayso maxaa la sameeyaa qofka raba baadiye inuu ugaadhda soo dabta muxuu sameeyaa haddaanad laac dhigin laac waa waxaan loo dhigay dee dabinka ma soo doonanayso sabab ku kalifaysa inay dabinka u timaada waynu jiraa waxaani waa laac la dhigayo laakiin afkaaro badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dowladuhu waxay bixiyaan waxaa la odhanaya dowladdaasi xuquuqda bini aadamkay ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dowladaha waaweyni bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leedihin uganda imika qaanuun ciqaabayay saxeexeen dabeetana dunidao dhan baa qaylinaysa macnaheedu waxa weeyaan in la yidhaahdo waxa isku xidhan waddankaasi xadka uu ka gaadhay xuquuqda bini aadamka iyo minaxa la siinaya laakiin xuquuqda lagu sheegaya maaha xuquuqdii bini aadamka aynu isla naqaanay ee gaal iyo muslimba laysla qiraya maaha waa afkaartii reer galbeed qayb badan oo ah baa dabada kaga naban oo xuquuqda bini aadamka ka tirsan waxaa la mid ah alcunf in laguba isticmaalo dowladaha waaweyne waxay yidhahdaan waddan hebel baa xuquuqda ku xadgudbo power baaba lagu isticmaalaa askari iyo qori ama maahee almuqaaطaca alاqtisaadiya cuno qabatayn waxaan leenahay markaa caalamkan aynu joogno inaynu fahmnaabay ku fiican tahay si aynu u garanno usradan yar taxadiga hortaagani waa maxay war qoyska dhibta haysataa waa maxay qoyska laba dhibood baa haysatay leenahay dhib waa dhib khaarijiya oo dabad ka timi dhibna waa dhib daakhiliya gudaha ka timi awalan waa fudud yahay xalku oo waa muslim ahow ilaahay nabigiisii maxamed aha muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annabiyu taqi illah maxaa ku xiga walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiina wadac cadaahum watawakkal cala allaahi wakafaa billaahi wakiila ba ilaha yidhi yacni aayadda dambe aan akhriyey iyo aayadda hore waa walaa tutic ilkaafiriina waalmunaafiqiin isku soo duuduub ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa munaafiqiinta iyo kaafiriinta ha aqbalina dee way ku dhibayaane maxaad yeelaysaa markaa wadac cadaahum baa la yidhi dhibtoodana iska dhaaf watawakkal cala allaahi wakafaa billaahi wakiila baa ilaha yidhi ilaahay tala saara ilaahay baa kugu filanay haddaba waxaan rabaa inaan tilmaamo dunidu way isriixaysaa waa bashar berigii hore waxaa la odhan jiray waa qaarado iminka way noqon weyday hadda waxay yidhaahdaan waa village iminka markii internetyadan iyo waxaan tv-yadan dunida oo dhan laga daa waxaan soo baxa waa yidhaha waa village maahe waa qurfa bay yidhahay waa maksin hadda dunida oo dhan ma waa qol waayo waxaa dunida yaallo dhan qolkaaga gudihiisaad ka helaysa duwaan meel lau bixin internet gashaya iyo tv furtayaaba waxaa dunida ka jira oo dhan qolkaad joogtaa buu yaallaa haddaba taxadiyaadka qoyska haystaa muxuu yihi taxadiyaadka qoyska haysta waa laba qaybood gaaladu markii hore aynoo timi ay dunida muslimka isticmaalka ku samaysay hal wax may faragelin inta kaleoo dhanna way faragelisay masaladaa u fiirso hadda inta kaleoo dhan way faragelisay oo qaanuunkoodii bay u dejiyeen qaanuun madaniya iyo mid criminala iyo wuxuu doonaba ha noqdo hal wax may faragelin qadiyadda qoyska ay u bixiyaan axwaali shakhsiya matalan ingiriisku markuu inoo yimi qaadiyuu yeman ka soo kaxaystay shaaficiya ah isagoo qaadiye muslima watuu inoo yimi wixii arrinta qoyska ku saabsan guur ha noqoto dhaxal ha noqoto wax allaaliya wixii qadiyad qoys ku saabsan sharciga islaamku yidhi ku dhaqa ilaa haddana caalamulislaami sidii bay sharciga islaamka loo hayay waxa kaloo dhanna sharciga laalaaba buu yidhi waxa kaloo dhan waa la laalaaba laakiin masaladaa uu iska ilaaliyey iyaga laftoodu masalada tan kumay dhiiranayn inay usrada baabiyaan ama reerka waa dambay waxaan ku soo kordheen waaga hore ay gumaysiga wadeen faamiligu iyaguba faamili bay u arkayeen qawaaniintoodana wuxuu dhigaysay faamiligu inuu yahay nin iyo gabar isqaba laakiin afkaartu way isgadiday
aan laba qoraal oo United Nations ay ka soo naqliyaan tilmaamo 1957-kii munaasabadi العام العالمي للمرأة مناسبة العام العالمي للمرأة بحي سو صارين تقرير كي هي الأمم المتحدة كصباح وحو قرية باللغة العربية هدام فاخرية إن الأسرة بمعناها الإنسانية المتحضر لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى مجالات الأخرى waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jiraa bay dhahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kaloo dhan ay mutakhallifiin ka yihiin nolosha inta kaloo dhan waa dib u dhac baa kaga jira bay leeyihiin laakiin qoysku ninka mas-uulka ee reerka haya ee ka mas-uulka ee caruurtu joogto ee dumarku joogaan cid walba ee isku xidhan ee takaafur ka dhexeeya is ixtiraamaya kala dambeeya ee is adeecaya ismaamula qoyska noocaasi wuxuu ka jiraa bay dhahayn dunida muslimiinta taa macnaheedu waxa weeyaan ammaan laynoo soo jeediyey bal imkana cusuurtan dambena dhegayso mumathilka sanduuqa sukaan fi lumam almutaxida waa UNFPA ee holanda waxaa la yidhaahdaa Ari Hockman Ari Hockman ayaa wuxuu ka khudbadeynayaa nadwo lagu qabtay Mexico marka wuxuu ku faraxsan yahay isbeddelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay in irtifaac mucadalaat talaaq wakada irtifaac mucadalaat mawaalid kharija nitaaq al-usra يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطر على البطر الراكية وحلية هي ترضا بضطية فريتانكا طلاق دوني دوو بطيبو لي وحكى لو بطيبو إلى عرورة شرع الدهرة كنا لطا ينقور يعني لغنا لن لما ضابا وحن أركا يبو لي قول حقوق ده بني آدم كوي قاردين اي طاي ولي قاما مغشوه وحايدا in la isfuro iyo in caruur garacyay inay dhalato wuxuu ku tirinayaa inay tahay yucaddu nasran kabiiran lixuquuqi linsaan cala albatrarakiya petrariks petrarikigu waa maxay waa mujtamaca ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaaba laga baxay duulayo laga xoroobay oo dumarkii iyo caruurtii baa ka xoroobay markaa sharci darrana waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeday qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad ani fostas daraasa uu sameeyey waa maraykan wuxuu leeyahay dunidu caqligii hore ha ilowdo ee ahaa sakasku inuu tuu yahay mayla fi maylinuu yahay alajnaasi alkhamsa hadda weeyaan buu leeyahay nooca bini aadam إن تقسيم الخلق إلى ذكور وإناث بود أصبح واقعا تجاوزه الزمن بنا هذا مكاين مكان الواقع يبول اللب يددك وور لقتك يبول يحي ولم يعد يعبر بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني ذلك أن الواقع أصبح يحفل بخمسة أجناس واروح لي هذا نن يقبل الدنيا هذا كما تشيرانه شن نوع بنا هذا ما بهد تشيرانه waa kuwii ragga berigii hore la odhan jiray qoladii dumarka berigii hore la odhan jiray ragga cusub ee ragga kora dumarka cusub ee dumarka kora iyo ragga iyo dumarka la isku bedelo kuwan ay biologically intay qalaan ay bedelaan markaas yacni nin baa la qalaya hormoona lagu mudaya naasa loo sameynaya mahbal sanaaciya loo sameynaya waa la gabadhaynaya isagoo gabadhu markaa noolaanaya فعلا ما هو ملاين إنسان مت كاسي أنتو صا إسلام الدين تدب كفا مي إن لك جرم وهاي صف كمساجد كحاجة لو ضري دونهم حاجة دبر قال لقي حاجة قال لقي عالم أي نشوقنا ما هاد دراسة نقول السماء يا قدر وحنا نشجعنا أفكار تاسي United Nations عولمة وصمين إنسان United Nations ba rabta globalization afkaarta noocaas ay ku sameeyso
وهي أكبر منظمات العالمية لحقوق الإنسان وأشهرها على الإطلاق أي وحي لا ضحي وإن للضمان قاد كافة الحقوق للشواذ على المستوى الدولي القانوني والتشريعي مرقسا اللح إيا اللحدة الدولة دو ديدين بل وحي هذا أري أري كان هومسكشوال في إنجليزة قالوا هذا وابو أري قال الله طورا بيد هذا ما هي استعماله LGBT وحلي هذا LGBT ما هو شيء LGBT وافر كلمة دود الله يسكن نبي إيش وحي تاج أنت لسبيان دمر كدمر كفولة يجيد وقاي رجع رجع كرة بيد وبايسكشوال ومد لبادر دم باستعماله تي دو دم بيسانا وترانس جندر بيدا وكون لبدلين شيء غيرني مركا ال جي بي هل هو بدل بيلين ماشة وحقوق ضد هل الراديو هذا بايو هل إخوة أفكار تاس رنتي ما ها أفكار مساجد لقى جو الربا لكن وحنارك يا يدو آير سعنا إسا إني مقالو إنك يدين لتشوكتو وتحديات خارجية قريو كساكر داي ووح إمك وحي تاغي الهندسة الاجتماعية للأسرة بين هذين وفهم لبوحو بهاي إن مهندس اللوغية هندسة عصب محي شيغيسة وحي شيغيسة قفك بنا آدم كاد دورك وبلشدك قادنا يو دورك الله تبابر بيلي هدين إنما الله تبابر وانن دي قبر نما الله تبابر وقبر فعلا نوى اسكو ديان مو مالين سائل لسميه تجارب بن ادم انت ميلو اوروريه ان تجربه داسي لوغو يره خبرداسي اول ليهي قارنا رغيه قارنا دمريه ايدن كانو ايغين بايولوجيكال سي الهي وا ابو ريه ويغي نيم بالا ربا لا سو سارو نيم نمد غبد نمد دريم يو كفانا يو دوركي غبد نما هيا غبد بالا ربا لا سو سارو نيم نمد دريم سو فانيسا او يدو له وحي دهدين وظيفة الأمومة هي النمد هي النمد بيد هذا ما أها شيء ملصق وشيء كل شيء سن دمر كما أها بيد هذا ووظيفة اجتماعية وأشقب الشهادة عدي قبطون به هي النقطة بيلي نن هي النقطة كرا قبرين هي النقطة كرتا عد ولبا ووظيفة اجتماعية أيها الأحبة واجه روح لنا استعماركم ركوا الدندن قميسنا يي وحكسه الرئي مبشرين إيه مستشرقين وداده ديمه هو دي سيدة إيه ما كسه الرئي نمان مستشرقين لديه أورينتاليست نمان لديه ماذا إيه أففك ضدك مبرانينا أو سهانا كدبنا وحلا بلا بيد دور التعليم وحبر شدي يسكو لدي وحاين لسمايه كدبنا وحلا قبصد هدى كولونيسم عصبة صعودة استعمار جديدة هدى كرا لكن أدوات كي مستعمر كي هره موته وصايش يهره هذا الاستعمال مايو هذا وصايش عصبي ومنظمات غير حكومية وNGO وهيئات كي غاثقة هيئات هدد كي وقرقارة ويونايتد نيشن وأوروران عاسي وان مقعد دولة داد وضن باكوي مانايا فعلا رقبي متلان لكن مركو كوي مانايا وحو وطاوح كلا دبتنا لا عصي دادنا يا إمك مسكين كي يرب بادية شو جمرك أبارتو قبصة تمحوي دابا هلا يا منظمة منظمة إيه كعالم جاي محي دغ بحياش الدنيا ده نسوي قدام بيد هذا ويه وان من كسب ملك استجوجا هو حاوية هدف الفلسفة الله وضع مركها وحيتها هاي آخر حسن للإسلام قد كي قدم بيه مسلم وقاله وها قد كجوريجا فاملجا أيا للرباين لا سكب حيو كي وجودن بيجي مال شرع إسلام سفي عنو قد نغمه جوريجا مساجد كم بهدد كرا شو عايز كماها مساجد دين تبضن ما لا قار كدوا بل يسكت دين فاتح هذا نلاقي بدل الصلاة ده سو ما إذا مقال تركي جاين أفترك اللي جود كن شري ولا دي دي بين فاتح هذا أفعرب الواخرية الله أكبر أفعرب ما يهين هيدا ده الإمام بس صلاة قالي قصوا في تركيا الله أكبر خير تكيم يتبمر بوجوي سقاطي ده اللي هو حن صلاة ما هي
سلام عليكم مركو يريد يقف تركيا أيو حقا يا قمس عدي بلا ما تشوكتو حقا خلاقي عدي بلا ما تشوكتو مسلم حد كاسي الله سيو قارسي حتى مساجد كاين الله إرادو أفكالا لو تكنية لكن إنك ولي كاسي نبا سيو قارين كيني بين سكيت تكنية فاتح هذا ولي إمام هو أخرية مساجد كو إنك إن بدن اسمه بدلين إنك استو ميلا قار قد لغو سور رغي مساجد كاين كارت رغو قلو سيلو قادو إنت قورة أتبع تكتي إلا الشن صلاة دا تكتير هاي بات قرر زاي قري قنا ولي سلام بوچو وبرشة دا مركا دا يكتو ميو إنو جرا فران مهر سو قبانينو چوغا ميو جرا وما يا يعني برشة دا ما قبل إسو وإنين إيا قبر إسقبا وليسو مهرية وقادة مشا خصوصو مهرية وين أيهين عرور تاسم بالا اعتبارنا إينا يين عرور حلال قدلتي guri ga un baa loo arkaa guri xalaal ku dhashay waa laga yeebaa marka meherka la sameeyo in saacadda ku xigta fisqiga la bilaabo balka ay calabeeyo hees la isu qaado soomaa waa roosi la yiraahdo laakiin hadaan inta la sameeynin guriga ma ictiraafayno idan gurigu iyo ahwaashiisu caalam islaami waa meesha sharciga islaameed uu ka jiro ee ninkii gabadhu hadda isqabtaan loogu gar noqo ee gabadha talaaqaday noqoto lagu furo ee ninku haduu wax furayo sharci islaam wax ku furo haduu wax guursanayo sharci islaam ku guursado haduu caruur dhalay lagu qasbo inuu beeliyo haduu gabadha qabo lagu qasbo inuu waa meesha qura sharciiga islaamiga uu maxay uga jiro boqolkiiba boqol hadaba halkiiba imka la isugu soo dhigtay taxadiga koowaad ee ummada islaamiga hadda haysta wuxuu yahay goobtaas la rabaa sharcigan uu ku raageeyay in isla laga saaro intii hore laga soo saar bulshada cusub marka terminology hadda la soo galay aray bixinti ba bilaabantay umumadu inay wadiifa ijtimaaciye tahay gender wax la yiraahdo imka erayga soo adagtiin uma maqasho gender ka laga warama jaamacadka hadda aad ka tagto xuquuqda gender ka war ma iska tiraa xuquuqda sagas ka ba ka warantaan meel aan fi meel baynu dhaqaane xuquuq sagas wax sheegaya maqlimays xuquuqda gender ka ba la soo oranaya waa erayo la isu hadoodilayo waayo jenderku waxaynu naqaanay maaha masculine female iyo male kaynu naqaanay maaha dee had bay soo gaadhsiisantay mustalaxaadka saa loo bedelay marka galbeedka haddaad tagto waraaqaa la buuxiyo berigii hore waraaqda markaad buuxinaysa waxaa la buuxin jiray nin iyo xaaskii baa ku qoraa imika maaha waa laga takhallusay waxaa lagu qoraa partner adiga iyo shariigaaga shariig baa qofka tiin waye guurku bay dhahayaan waa sijni sidiisaba waa xabsi gabadha xuquuqdeediyo la dafirayo saa daraaddeed say xuquuqdeedu u caad u muuqato kow marka hore inay baartnartay way la muujiyay inay shariiftay waa marka labaade si cid kale loo soo hoosgeliyo labada isqabaya nimankaahi waa baartnar labada dumarka waa baartnar ninkiiyo gabadhii la yaqaanay waa baartnar ereygii hore si waa loo yaqaanay guur guurku nin iyo gabadh buu sheegi jiray si kaa loogaba takhalluso ayaa loo isticmaalay mustalax la yidhaha partners dadka shariiga ah cuqalada reer galbeed ummad waliba cuqalay leeday falaasafay leeday aqoon-yahan bay leeday cilmi baadhayaal bay leeday waxaanu sax bay u arkaan maya in badan oo cuqaladooda ka mid ah waxaan qalad u arka in badan oo aqoon-yahankooda ka mid ah u arka dariiq lunsan inuu yahay doodahoodu weli waa duni xoro doodahoodu waa iska socdaa looguma hanjabo united nation baa caynka yidhi kanba inaga leen ugu hanjabay doodahoodu iska socdaa waa dhawayda kanada maray dood ka socotay nin baa doodaya wuxuu leeyahay raggana ragga u guursan iyo dumarkana dumarka u guursan haddaa rabtaan inay sii jirta buu yidhi hal su'aaluun ha layga jawaabo lixdan sano kadib kanada ciddii degaysay ii sheega buu yidhi wuxuu uga jeedaa dowga jeeda nin guursaday gabadh gabadh guursaday ma cid bay dhalayaan lixdan sano gudahood bay maranayaan dadkani buu yidhi waddanka cidaynu siinaynu sheegay imanka yacni maaha caqliga wax gala buu leeyahy logicba maaha haddaad ragna ragga ku darto dumarkana dumar ku darto dad min caruur jiri mayse waddankan yaa yeelanaya buu leeyahy lixdan sanadood kadib macnuhu muxuu yahay aan u jeedaa macnahan u socdaa waxa weeyaan ma aha wastrankoo dhammi inay dad ku daafada yihiin dad wada liitaynayihiin dad akhlaaqka wada dhibataynayihiin dad wada xuninayihiin sidaa maaha saa maaha laakiin waxay tahay waa thaqaafad dabada laga riixayo dad gaara iyo ururo gaara iyo bulsho gaara ay dabada ka riixayaan siyaasiyiintuna mushkilad baa haysata la yidhaahdo codka ah
أنت مريكة عند رجل رجل كرية دمر كدمر ككرة وبالملايين مدحوينا كهر لا دور ضعية عده لما يمحو سبينية ده نور النين وانا دي تاجيرية ده هدو صندوق مدوبي كجر ديها صابح ماي إذن معلوم ما ها قف كستوب مدح وقلبيت شو جا ما قف كستوب بروفيسورا ما قويهنا ما ويارا جا ما عينك قلبيت شو جا إنه قف حن أو وحن تاجيرية هي ما ها لكن معنوه حويان أفكار تنبه هذا السيطرة يسوم ما لا تقبل لما ريسا وحي لما ريسا حد لغو حري أفكار تنية حقوق ده بني آدم كالا يسكو حري مركا هذا كهذا شو حقي بني آدم كا عنصري باتال قولي عنصرية ده سكس كاد ودابا الغورية عنصرية حق قلمة ده كصاب سن أيض وضا تسوحي كيان سطاء أبورطي إن حتى اللي حليلي كريوهي أو إنك مانت إنه ما أنت مشكلات دين لنا إنه تاجلاني، مثلاً قاتك معيد ما أنت وأنا أبوه يستطع، مايا، تذكر إن عقلا ذا وحجرتك ما ملك الدولة ذا علماء ذا بلشدة رجية ضمر والله ذاك يا بلاية إنه يي قف ما أنت أمانة مية شرقات مايا، لكن حلمي إنه هينا، أفرر يا هلا شو شيء مشينا يوان دبوا سوقي مسي صعنة سهدين ولا نحن هذا، يعني حد دبوا سوقي على وحرق قاستي. حلول ووين اللي هلموا يعني الصورة قال هين إن سفدو هل كاسوك على الله مرة سايعة أنا ما أنت وحلا غير ما ينوب هدينو لحدن كي شوقي لهين وينو سينو ما أنت قاعد كو قرار إنه قرار لهين وحلا غير بله الدولة ده هنا علماء ده هنا دكتور أنت صوت قام بهالكائن قد لينا كحد لها ليرين لها برشة دار قفا فين إذا ما أنت مرك إنه تجربة دي سيها الله يوحى الله يوحى يمحي لأن وح بدن قبل كرنين وكذلك كالباد مانت مشكلات كان ويتشيران وبلشديو حقه هوسيس كسيو بدلسا لكن وحيار كيان بلشديو ترنتي اللومتي وحن اللومين وحن اللومين وحاصر دان مركان سكو صدره وحن رباينا وركا صوكا هو وحاص افكارتا لعقتا وضطا صعوطا قانونكا وضطا يونايتد نيشن حنبارسن كوني الله وبغولو انشيو وحكو دو ودان وحاصر دان مركان لسكو دارو ووح قريقة مسلم كان مانتا كوة تهديد من داخلية يسنة جرمارك وقباها كفر تقس بدر سولة أحيان لا نهي وحيان وقباها نهي نظام كي قور كيري ندبوات كيرينه وفضا يدينه oo guurku wax fudud oo qof waliba guursan karo noqdo oo taaqiidad ka tirada badan leedan la daba wada laga daayo waxaan u baahanahay inaynu hooyannimada sharaxno oo tilmaamno in hooyo la noqdo inay ka qurux badan tahay in injineer la noqdo iyo injineerad injineer muxuu soo saara dar buu dhisaa soo maaha ama computer buu dhisaa hooyaduna maxay dhashaa qof binaadam ay keentaa iyo ma bulshada ku faa'iido badan بشهد موقفك الدار كسكر ليه فإذا موقفك بناء هذا مسكر ليه والشقاء شقاء بشهد بناء هذا موقفته شقاء أو قيمة بدن لا لكن هذه اللي قد يقو إسلام توا محبوسة دو دو مركان كشادة يجوري قد يحدي سلوك حلا سريرتي يو كشادة يكون حدا انت هذه اللي يلاهو وحلو بهنين يتعلم تعلم النقطة ضد يرضا كعيسى عنك وركوي كعيا وحلو ما هي كويدا يرضا عرق ودري حلو ما هي فاملي ما هي ولذلك إن هو ينمد وحقي مالتي شرحنا وأنا يدحد إن وحقي ما اللي تكون نغنين أما أن الليدين هو يدي هو ينمى يدو أي بلشادة مقعية ما موسكو يالطو ألغو احترامه أحنا بحنا إن عهورت الله احترامه حقوق دو الله سيئو ولذلك با الرد المسلمين مثلا أزهر هي العالمية للغاية هستما دا قيبت يدنكو صحبسا عهورتا إيو iyo usrada islaamic charter bay leeyahay soo saareen culimo badan oo muslimiin ka qayb gashan urur badan oo muslimiin qaatay islaamic charter kaas wuxuu ka koobay 146 qodob oo sugaya xuquuqda haweenayda ilmaha iyo qoyska dhamaanteed 146 qodob oo laga soo qaatay sharciga islaamiga si dib umada muslimiinta dhexdooda loogu faafiyo umuman waxaan leenahay tahdiga داخلي جاينا حستا اوغوين هو جهل بالدين تحدي داخلي اوغوين
تشالنج كوارق يا مسلم كهيستا ما أنت وجهل بدين الدين تسوي جاهل فيه إذا صببتين قيسسكو بربران وأنا على السنة يا شيخ سلام تصدح بان كفر أي محيي لا بكورني دي واحد يهيد الله أنه يكافو قيسا هذا من قرب كفرته سعي قام ما يكون اكسراني سعي هذا مر قرب فروه فقيسا لكن جهل يوحو قاعد يحد يسلي يسكري ببكري ما يسيد إذا تصدح شيء اكتبه يعني إذا جهل يوحو مضح يستاه قيسكو وهي علماء مسلمين تتلماميا مثلا شن قضبي مقاصد قيسك كتلماميا شن تقضب قضب كواد قيسك اللو قدلنا يوحويا وحفظ نصل إن جنس البشر لا إلاليه بن هذا بكونا مضبر قوين ما أنت رأي القلبات ودنا وين كم إذا بعد ضبر قاية سي يرانيا أقويها قوذا رقب دارو كم إذا بقى القرية إليين وانو مرانينا ما هي الدولة كسر الدولين وين وحدة لوايين الدبر كودي لا بس سببات با والله الله ما يدك برضه هذا وحقك دشوس ونكا كهاري ما يسوا نكا يسكي علني سيد وزير نبي هذا نسيب هذا حوالي نبي هذا سي تاوسا ما يسوا وين يصدم سنة كام هذا يدور يتبان سنة يكسبيري نسا صوغ شا وأحزاب يو شقا يو حوكسية أفرتنا يدور بركي قادنا دا المكالاتك لكن وهل نينا يدونا مركز يرق يسكي علني سي نغط جنس البشر يسي الله إلى ليقور بلو باهي غور قاب كي شرعي هاو دعا نين إيا قبضي لي يقاني سيب الشدو الدقناشي حسلوني أيوه الشو غور بلو باهي تحقيق السكن والمودة والرحمة ومقصد لباق مال قفك بن آدم كي وكون نسطو نين إيا قبض با قفك بن آدم كي قرغي سكون نسطا قرغي سو نحريس كهلا قرغي سو الدقناشي كهلا قرغي سا استرسكو كغهارا ولذلك ما إله إليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مقصدك مقاصد دواوين أقولك وحكم ده إن لا إله لي نصبك أبترسين تددك إليه يا إلمه عد حناني سوء كوري سوء وكحرين يكم ديين لها كوي دولة دو كوريين كوري واي دوني دمان توح لا تشال دليك وانسبا والي جنح الأطفال عرفت يرد بيلا يا شاه دوني دو هو وين وحضر كيسا حبسيا دنا جوف عن نايل بريسن سلاي دادو حبسيا دا عرفت يرير وعرفوا يرير مجرمين نقطين وحدي لي سوى بومي سوى محاك يا رين توقف بدن أما جوري أين شرين بيكو سكرين أما شرع الله أم بيكون شرع دبده إسكابيرين أما ماله الدولة ده هي أم بيكو سكرين أما وحلم ده ولذلك النصب كلا إليه لا يدرد بشرع هذا إسلامكم زنا ده ممنوع ذي وتبني قعروت اللي يبصدها ما الله الله ما قعروا ممنوع ذي وعدة اللي تشديره قبله عدة ترصته والله ممنوع قبله رحب كده وحكوا شرعنا قرصه وإثبات النسب للسمي وجحد يسألنا ضفر شرع اللي قد شيء وحاسوا أحكام القرآن كور رميه ومن أجل حفظ النسب إلا إلى ليه قفكم مركم ملك ترسي وكفانا kada abaha garanayso hooyada garanaysay korrani weyno konton jiro kula abahi ba raadinaya yurub waa caadi oo kolba dna meel qaadayo soconayo le wax raadinaya cidii dhashay ma hayo waa madaxweyna laga yaaba ninka kan ana bihi garanay wa mushkila wa khaf dabqaan qodobka shanaad المقصد كجور كلو جدا اللي يحوي أنا الحساب إن الغرض ورصناده وأن سيدي بهايم تدتك يسكرين حول ما هضتك وبناء هذا بناء هذا يكون رقم بينهم إلا كلا نعام بل هم ضلوا سبيل قرب إلى هيكوت المهم وإنه بناء هذا النقطة ولذلك النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج قرب كوجود بهي شنات كورا أفراد بهاي القيس كالله سميا وحفظ التدين بان ذلك وين دين تلغو إلاليه ولغو ربيه ولغو كروه ونقضه ماشا دلا عيسى وبك عصوبة ومضى ويقوره وماشا قد بلشاده أي كوكولانته رجيه ده إيا لبكيه ده ووين كيه ده إيا يرير كيه ده إيا عرورته ده إيا دل يريده ده قريه وده شوه ده
suuqa marka loo baxo way kala baxaan, ciyaalku iskuul bay tagaan, dadka waaweyna shaqo iyo xafiisyay tagaan, dumarku guri bay joogaan, waa la kala baxaa, suuqa waa kala suuq. Laakiin meesha intuba ay isugu yimaadaan, iskaga war hayaan, ee afkaarta isku weydaarsadaan, ee wax ku noqdaan, waa guriga. Guriga dumarkii joogaa, raggii joogaa, caruurtii joogtaa, cid waliba joogtaa. ولذلك أيها الإخوة تحدي أما تشالنجسكا ريركا هستا كا خارجيكا هي كا داخلي أمامك نسكو ضرو وردبت وغبة أنا يكوس على سنتي إما الجهل وإما التخويف والتجويع والعنف جهلي نغاي نغا هستا الدين تاني إيو وحاي نغو حيرا جهلي نغا هستا وحن لي نوسي واردين لي نور نغيو ee kontanka la kabe ka u sareeyana adarkayso inta kalena aan adarkaynin waxaan la ino soo waaridayee lacagta lagu wado inaad dhageysato $10 la isku siyaaso ma aheyn jooyada tan waa inaad ka qayb gasho soo dhageysato ayaad maalintii yoomiye leedahay $10 baad leedahay $10 caqligaagaad ku iibsatay ogsoonow $10 bilaash ma hayo $10 wax lagugu sheegayo waa $10 afkaar iyo dana laga dhaadhacsanayo وطبعا بين هذا وحبك لا يبسدا تذكري وحي برتين افكار تسيدا لو سوق جايو سوق جايو ما هو انكو ديليا ولا انك عليه ادانا راعي ويدا ويدي ديليا ساعد اسكو مرة عدد دوني دا دا راعي ويدا وانكو ديليا عدد كو مرة عسو لكن مبادئ دا يديما هي افكار تا يوحى بين هذا مكو هايستو ولا سوق جايا وي سوق جايستين كودي وي كاغتين adiga adigu ordaya tagayo leh war waxan ka gaadhaya meel yar halka yar aan maanta kula yahay baan ka gaadhaya adiga maalin kasta project qorayo leh project guurka fircooniga ama xuquuqda dumarka ama xuquuqda caruurta ama xuquuqda waxan ka waramayaan wada ada project la waranaya waayo loo fangareynaya idan imma jahl yunu ina wada imma tazin iyo waxaan la ino dhaldhalaaliyay inagu wada xagga guriga la inaga wada iyo mararka qaarkood in laysiba hanjabayo oo dowladaha qaarkood dacfi daraadood waxay arkayaan baanay diidi karin waayo waxa la odhanaya xuquuqda bini'aadamka ku xadgudubteen haddaad waxa samaysaan cuno qabatay markaasaa ninkii dhammaaya madaxda ahaa sida miskiinka isnabaya waayo qaanuun dowli waa isaga lagu qaadaya waxay taagan tahay hadda oo United Nations musawada maxkamada jinaaiya talyaaniga markay 98 ku shiray ma filayeenaytay waxaa la horgeeyay in xeerka xuquuqda bini'aadamka ee lagu gudbay sooyinka maxkamad lama sameeyin hadii goor afrikaanka la saaro madaxda afrikaanka baa la saaray dameed maqashay cid kale la saaray iyo in yaro bal kanisa maxkamadaasi dunida la sheegayo waxa dadka lagu saaraa bini'aadamnimada ku xad gudbeen waxa la rabaa in lagu daro bini'aadamnimada xad gudubkeedu wadan kasta oo leh sharci ciqaaba ragga ragga u tagaa ama dumarka dumarka u tagaa doodaaba hadda socota oo wadankii aqbali waaye madaxdiisa hadhowayn loo waaridaa maxay lahay lahay baa la geynaya waayo xuquuqda jinsiga ee bini'aadamka aad cunsuri ku noqotay baad xadgudubta idan ayuha alaxiba badaaisha aynu rabno inaynu samayna ugu horeyn ilaahay wuxuu inay yidhi alladiina qaala lahum annaas إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى يحن لي فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين إلى يحن لي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ilaahay wuxuu ina leeyahay inaan la mid noqotaan bay doonayaan haddaba inagu ma rabna inaynu la mid noqonno wixii waxtarahaa waxaan waxtarayn maya waan rabnaa inaan maraykan iyo yurubka la mid noqonno technologiga iyo lacagta iyo horumarka inaan kala mid noqonno waan rabnaa bal ayna wax dheeraanno ma rabno khasiisnimada iyo faalxumada iyo guri la-aanta iyo nidaam xumada inaan kala mid noqono laakiin iyagu cagsigay inaga rabaan iyana waxay ku leeyihiin technologigu maya haddaad nuclearka samayso talkaasia lagugu dhigaya maba dhici karto
أنهم بمسؤولية قادة كرنا إذن كنت دير يرى عن عقل قوة وبطنين ومسؤولية النوكلير كان حنباري كريم باتي ولذلك كوة ووين بمسؤولية هين كرا هبقى وحكم هذا هبقى هورو مرا هبقى عين كرا وحمسة بيسان كرت تكنولوجيا عيدي كوسة واريد الميس لكن وحان وحطرين وحلالية وحان وحطرين والقوسة واردية إننا وحلينا ورحقة كلاو دقة إينا وحيلي ما يحقق ما نودقة إنا يقو حيلي وحفايدة ذا لحقة يتوقع إياه وحقة لنا نقل من نغضة إننا كنا وحلينا نقول وحوية ورس ويدارية كان إذن باكو تشبتين نقل داية إذن باكو تشبتين إن نقل داية حقة ودقة وحفايدة ذا لحقة كلا صامرية هذا بابا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم محين وباها نمركا تحدي guriy ah istamarka aan soo koobo warkiis wax weeyaan gurigu waa meesha qura ee sharci islaameed ku haray dunida alahwal shakhsiyya dawladaha muslim keenay inta badan sharci kaga dhaqma inta hadii la inaga saaro war diin waxba kama soo harin salaada masajidka soo harisa hadii inta si baabado waxba ma soo harin walidalik ka umma waynaynu mowqif kala hanna maxaa xuquuq dumar ah maxaa xuquuq dumar ah maxaa xuquuq rag ah maxaa xuquuq rag ah maxaa xuquuq ahureed ah maxaa al-unf al-usri baa lagu leeyahay daba tarwa maxay unfiga usriga lagu sheegaya waxay guleeyeen islaantaad ku xad gudubtay hadaba ninka islaantiisi u tagay baa waxa la qoraya waa reebkay kamid tahay waxay kamid tahay kufsiga islaanta ku yiraahdo diidda baa la tagtaa guleeyo kufsi xeerka kufsiga lagu qaadayo marka caalamku halkaas u maraya waxa inoo baahanay marka inaynu diinteenu mowqifta istaagtay waxaas oo dhana godololadeena keenta haddaynan inagu godololada lahayn cid inagama soo gasheen inaga xaqa caruurta ku gudbayna ka dumarka ku gudbayna kan ku gudbayna waxaanu dhan sabaynayna waxaynu u baahanay intaynu diinteena fahamno dawlad iyo bulshada iyo mujtamac bayna iyadu ku dhaqanno ilaahay baana xuquuqda inoo qaybiyey xuquuqdani mid rag qaybiyey maaha mid dumar qaybiyeyna maa mid caruure qaybisayna maaha waa xuquuq rabbigeena wada abuurtay mid walba uu xaq siiyey qaabna uu yidhi u noolaada qaabkaasina inagu filan walidaalik waxaan ku soo koobaya markaa taxadiyaadka guriga haysta way tiro badan yihiin wax muxaadaro iyo laba lagu soo koobi kara maaha waayo gurigu bulshadao dhan buu matalaa dadkii waaweynaa dadkii yaraa caruurtii dumarkii bulshadao dhan buu matalaa bulshada wax dhib ka jiroo dhami guriga uu soo gaadhaya waxaynu u baahnay markaa inaynu islaamka dib ugu noqonno dad muslimiin oo dhabana noqonno afkaartan iyo waxaan la sheegaya kala reer galbeedna inaynu ka tallaabsanno inta khayrka ay haystaanna inaynu u xaydanno saynu u helo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu